السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساكم جميعا مستمعين الكرام، مستمعين أثير إذاعة MBC FM، وبداية حلقة جديدة من برنامجكم كيف، اللي راح أكون معاه من التقديم إن شاء الله محمد العسيري. وأيضا بداية أسبوع إن شاء الله سعيدة وجميلة على كل طلابنا وطالباتنا في جميع مدارس المملكة، وأيضا في كل الجامعات إن شاء الله يكون ترم دراسي مليء بالتفوق والنجاح، للجميع يحصد إن شاء الله ثمار هذا التعب نهاية العام الدراسي. طبعا أكيد زي ما عودناكم في برنامجكم كيف كل يوم موضوع جديد ومواضيع مختلفة نناقشها معكم، أكيد عن طريق الاتصال 011-268-44-88. موضوعنا اليوم مستمعينا كيف تتخلص من البخل. اليوم نتكلم على صفة غالبة موجودة في الرجل وبسببها يبتعد عنها الناس ويذمونه، يعني بل حتى أن تزوج هذا الرجل ستجد شريكة حياته تعاني من صعوبة في العيش معه. صفة البخل مستمعين من أسوأ الصفات اللي ذمها الإسلام والعرب قديما، وهو صورة مرضية لحب التملك والادخار الدائم. وبالنسبة للأسرة قد يتسببها بخل الرجل في العديد من المشاكل الزوجية، واللي تصل أحيانا إلى حد الانفصال. والبخل أنا ما أشوفه بالمادة فقط، بل يمتد إلى العواطف، يعني حتى البعض يبخل بابتسامته مع الناس ومع عائلته ومع الأسرة ومساعدة الناس بجاهه ووجاهته. سؤالنا لكم اليوم مستمعينا، بوجهة نظركم ما هو الفرق بين البخيل والرجل الحريص اللي يعرف وين يحط فلوسه ويعرف وين يحط رياله زي ما يقولون؟ أيضا هل سبق لك شخص بخيل ممكن تذكرنا مواقف معاه؟ ولكن الأهم بالنسبة لي اليوم نتكلم ما هو الفرق بين البخيل والشخص الحريص على ماله، وين يكون وين يحطه فيه. أكيد على 011-268-44-88 أو عن طريق حسابنا في تويتر أكيد @MBCFM أو حسابي الشخصي محمد العسيري. نبدأها باتصال، نقول مساء الخير. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يمسيك بالنور يا أخوي محمد. بالنور السرور، حياك الله. بمعنى أحمد العسيري، الله يحفظك من الرياض. حياك الله يا أبو حميد، كيف حالك؟ طيب. طيب حالك، الله يحفظك أحمد. خليني أسألك حقيقة. سم فضل. أقول أشكركم على البرنامج الرائع اللي دائما نستمتع فيه في الظهيرة. الله يحفظك إن شاء الله، وأكيد مسؤولية كبيرة جدا يا أحمد، لكن خليني شوي نسولف أنا وياك في موضوعنا لليوم، أتوقع أنه مهم لناس كثير. أيضا مع بداية عام دراسي بداية ترم دراسي، فأكيد البعض يعني يواجه مثل هالمشاكل. أود أسألك أحمد، وجهة نظرك إيش الفرق بين الرجل البخيل والرجل اللي يعرف وين يحط فلوسه فيها ودراهمه زي ما يقولون؟ أي نعم، والله شوف يا أخوي محمد والسادة المستمعين، البخل طبعا صفة ذميمة دم على الإسلام قبل كل شيء. فالبخيل حقيقة يعني شيء أو صفة ذميمة. الفرق بين البخل وبين أنك تحط مثلا فلوسك في مكانها أو في الموضع اللي لابد أنك تضعها فيه، ففي فرق كبير. وأنا أخوك يا أخوي محمد. طب يعني أنت هل تشوف بس البخل مجرد مال، أو البخل حتى في أمور ثانية مثل الابتسامة زي ما ذكرنا؟ لا لا لا، ليس فقط في المال او في الفلوس او الدراهم. لا يا اخوي محمد، يا اخي قد يكون الانسان بخيل في ابتسامته، قد يكون في تعامله، قد يكون حتى في اسرته بخيل. صحيح، مع اطفاله بخيل في الجلسه معاهم. صحيح، انا اشكرك يا احمد جزيل الشكر وتحياتنا. ليس البخل بالفلوس. جميل جدا، كل شكر لك يا أحمد، تحياتنا لك، وإن شاء الله بداية أسبوع سعيدة وجميلة عليك وعلى من تحب وجميع من يسمع إن شاء الله. نأخذ معي اتصال ثاني، يقول مساء الخير. مساء النور. هلا وسهلا، حياك الله. أبقاك الله، طول عمرك. مين معانا؟ معك واحد جداوي. واحد جداوي؟ إيه جداوي أبويا. طيب شلون واحد جداوي؟ من جدة. طيب ونعم وأكرم، يعني بس واحد جداوي أول مرة أسمع فيها. طيب خليني أسألك، وجهة نظرك هل البخل مجرد مال فقط؟
والله اني صح اقتنعت انا بكلامكم، انا معت اولادي ما اهتم فيهم، لكن ان شاء الله بهتم فيهم شويه. طب انت ما تهتم في اولادك من اي ناحيه يعني؟ هل هي لعمل يعني انت ما تهتم في ابنائك؟ هل هي لعمل او انت كذا يعني مهمل في اهتمام فيهم؟ والله انا احب اشتغل، احب اروح اسعى مع الرجال، اعلمك بصراحه ما احب اقعد بالبيت. بالعكس الكل يعني حرمه تقعد بالبيت والرجال يروح يسعى. ممكن وهذا وجهة نظرك لكن اختلف معها بشكل جدا كبير يعني، والكل اكيد يسعى. الرجال يروح يسعى ويكسب المال بالرزق الحلال ويجيب لأهله اكيد. والحرمه يا اللي تعطي تغطي ان كان في الرجل نفس غطي في البيت كمان. المرأة كلنا احنا الحين المسؤولية علينا الاثنين، على المرأة وعلى الرجل. يا سلام عليك، مكملين البعض. يا سلام عليك، كل واحد يغطي الثاني. حلو، يعني انت مقتنع في نقطة انه حتى المرأة عامل مساعد في البيت بعد؟ الله اكبر، هذه شمس مشرقة علينا حرمة. الله انت عم طالعة قالوا صوتها عورة تخابر. لا 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 لا، انت وين رايح انت؟ طيب انا اشكرك جزيل الشكر، انا ما ادري انت دخلتنا في موضوع اكثر من موضوع وانا تهت معاك اصلا يعني، بس لازم اعطيك الفرصه انك تتكلم، لكن وصلت لحد لابد اني انهي معاك النقاش والكلام. ناخذ معي اتصال ثاني. يقول مساء الخير. السلام عليكم. سلام ورحمه الله، حياك الله. سعيد مساك. ومساك يا حبيبي، مين معي؟ معك واحد رياضي. طيب وجهة نظرك، هل البخل فقط مال لصديقنا، أو تشوف أن حتى البخل حتى ممكن في ابتسامتك مع المارة يعني في الطريق؟ والله شوف، البخل كل أنواع موجود، سواء مال أو بشكل عام يعني البخل موجود في كل شيء، والصفة هذه يعني خاصة للرجال تقريبا أكثر من النساء. فأتوقع أنه ما لها حل، لأن هذه الصفة يعني. هذا كان سؤالنا في الأخير يعني، تشوف أنه البخل ما له علاج؟ أتوقع ما له علاج. ليش طيب؟ لأن هذه طال عمرك دوم معك، بس هي يعني أو أن يعني ما قد عمري شفت واحد بخيل تغير فجأة، مستحيل. جميل، فأنا أتوقع أن علاجه، إذا في علاج ممكن علاجه، بس أن علاجه أصعب شوي. طيب انا اشكرك جزيل الشكر يا صديقنا، تحياتنا لك. بس عجبتني واحد رياضي حلو زي خوينا واحد من جده. طيب خلونا ناخذ معنا اتصال ثاني بعد. نقول مساء الخير. مساء الخير استاذ محمد. اهلا وسهلا، حياك الله. طاب حالك. بعد راسي انور عبد الغفور ابو نايف من الرياض. حياك الله ابو نايف. الله ابو نايف، انا سالت الشباب هل البخل تشوفه فقط في المال، لكن خليني شوي اسالك الان سؤال مخصص. ايش الفرق بين الرجل البخيل والرجل اللي يحرص ويعرف وين يحط فلوسه او دراهم؟ شوف، اولا يا سيدي العزيز، اهل بيتك اولى بالمال، تمام؟ ثانيا مو شرط اهل بيتك، كمان علاقتك بالناس، تواصلك مع الاخرين، وصلت رحمك بارحامك انسباك. صحيح، وهذا مجتمع ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اقربكم عند الله اتقاكم. يعني يزور مريض ابتسامه في اخيك صدقه، وفي نفس الوقت ما يبخل على الاخرين، يعني مثلا يوم زواج يمدون لها مثلا يرد العطيه، ما طول عشان اترك فرصه للاخرين طال عمرك. جميل جدا، اشكرك يا ابو نايف جزيل الشكر، تحياتنا لك. يعني تقريبا البخل له أنواع كثيرة، لكن أنا وجهة نظري قبل ما نروح لها الفاصل، أنا أشوف حتى البخل بعد في التوجيهات. إذا كنت أنت صاحب منصب في أحد الشركات أو في أحد المؤسسات الحكومية، أحيانا في موظفين جدد يحتاجون التوجيه، يحتاجون معرفة أمور كثيرة، في البعض يبخل عليهم بمثل المعلومات، مثل تنويرهم، تثقيفهم في أمور كثيرة. فأكيد ودي أنا أخذ منكم صراحة إيش ممكن تعلقون على هالموضوع؟ البخل هل تشوفونه بس فقط صفة تضعف المال، أو حتى البخل حتى في ابتسامتك مع المارة مع الغير؟ على 011-268-44-88 أو عن طريق حسابنا في تويتر أكيد @MBCFM وهاشتاج البرنامج برنامج كيف. فاصل بسيط كذا وراجعي لكم أكيد. حياكم الله مستمعين الكرام مرة ثانية في برنامجكم برنامج كيف، وما زال حديثنا متواصل كيف تتخلص من البخل وصفة البخل من أسوأ الصفات اللي دمها الإسلام والعرب قديما، وهو صورة مرضية لحب التملك والادخار الدائم. يعني كثير من المتصلين صراحة ويشكرون فقط ما ذكروا أن البخل مجرد مال فقط، حتى البخل في مع أطفالك مع أبنائك وحتى بعد في توجيهك.
لمن هم يعملون معك إذا كنت صاحب الخبرة والكفاءة الأعلى على 011-268-44-88. أسئلتنا جدا كثيرة لكن لكم على قولتهم حرية الانطلاق في أي شيء تبغون تقولونه من ناحية هالموضوع، لأنه أنا تكلمنا على إيش الفرق بين البخيل والرجل الحريص، وذكرنا أنه هل سبق مر عليك شخص بخيل وإيش ممكن تتعامل معه وإيش مواقفك معه. السؤال الأهم، هل البخل له علاج أو لا؟ نأخذ مع اتصال نقول مساء الخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يبقيك، معك محمد من جدة. حياك الله بالسمي، هلا وسهلا. أنا أولا بس أتطرق لنقطة أن البخل ذم الإسلام، علشان كذا حنا في دائما من أذكار الصباح والمساء اللهم نعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. يا سلام. والدين وقهر الرجال. والنقطة الثانية، الفرق بين البخيل والشخص الحريص على ماله. مهما كنت حريص على مالك، لابد أن تجي مواقف تكون فيها يعني طرف من الكرم وتحكم فيها مشاعرك وحبك للطرف الآخر سواء بمال أو غيره. أما البخيل يكون يعني ما يعطيك، مع أن العطاء ما ينقص منه أي شيء. بس هذه النقطة. جميل. شكرا لكم على الموضوع الجميل. الله يحفظك. محمد، قبل ما تروح معنا، هل تشوف أن البخل لا ولا لا علاج؟ في بعض الشباب تصلوا أنا قالوا ما له علاج. لا، ما في شيء ما له علاج. يعني أعتقد الإنسان إذا جلس مع نفسه وعرف أن البخل يعني صفة ذميمة، ويقدر يعني أن رأى جانب في بخل ممكن يعوض بجوانب أخرى ما يكون فيها بخيل. جميل جدا، كل الشكر لك يا أبو حميد. حياك الله، اهلا وسهلا. ناخذ معنا اتصال ثاني، قول مساء الخير. الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله، حياك الله. مساك الله بالخير اخوي محمد. بالنور والسرور. ايش اخبارك؟ بخير وعافيه. طب حالك؟ مين معنا؟ فيصل الراضي من مكه. حياك الله يا فيصل. فيصل، كيفك مع البخل؟ والله اكثر صفه مذمومه عندي انا اللي في جيبي مولي. طب هل تشوفه غلط بعد؟ انك ان اللي غلط. اللي في جيبك مو بلك. هو غلط اكيد، بس في النهايه البخل ترى يرجع عليك انت، هذا اول شيء. ثاني شيء، البخل مو بس بالمال. صحيح. البخل بمشاعرك اتجاه زوجتك، البخل بمشاعرك اتجاه اطفالك، البخل في دعائك لاطفالك لاهلك لناسك، البخل بكلامك، البخل بأفكارك، البخل حتى بالمنطق. يا سلام. يعني أنت ضد مقولة أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هاي ضيعت كثير ترى. بس بحكمة. يعطيك العافية حبيبنا فيصل. يعافيك. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. نأخذ معنا اتصال ثاني، يقول مساء الخير. ألو. ألو، مساء الخير. الأنوار. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلين. الله يعافيك. مين معانا؟ على الهواء؟ إيه على الهواء. مين معانا؟ معك منال. منال رياضية. جميل. منال، كيف تقيمين صفة البخل في الرجل؟ يعني خاصة أن خلينا نتكلم بحكم أنك امرأة، صفة البخل بالرجل مع شريكة حياته. البخل بشكل عام ما يحدد بنوع الجنس سواء كان ذكر أو أنثى. البخل صحيح. هذا داء موجود في الاثنين. ونختصر موضوع البخل في التجربة. إذا أنت ما راح تعطي نفسك فرصة التجربة في أي حاجة في الحياة فأنت بخيل. آه حلو. لأنه أنت لازم تجرب تعطي، لازم تجرب تنصح، لازم تجرب تعيش، لازم تجرب تستفيد في الحياة. طيب إيش الفرق بين البخل بالمال والبخل أيضا في الشخص اللي يعرف وين يحط فلوسه فيه؟ يعني خاصة أنه أحيانا البعض يقول أنا والله جدا مفرط في تعاملي مع الأمور ودائما أحب أصرف كثير، وفي شخص يقول لا والله أنا أحب أقتصد، لكن هل في معادلة معينة بينها الثنتين؟ الاقتصاد أنا أشوف أنه شيء جدا ممتاز، لأنه راح يساعدك على أنك تعطي بحب بعدين، لكن إذا أنت تعطي بدون ما تفكر راح توصل لمرحلة أنه صعب عليك تعطي فتندم على العطاء اللي أعطيته. لذلك أنه من الجيد جدا العطاء، لكن في ميزانية معينة، وزن، نوزن الأمور كلها. جميل جدا، يعطيك العافية منال. بس برجع في بداية المداخلة قلتي أنا الرياضية، يعني من الرياض؟ إيه نعم.
اي نعم. يعني انت مشيتي على مود خوينا من جده، يقول انا من جده. طيب يعطيك العافيه منى، عجبني مودهم. اي مره يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. اهلا اهلا وسهلا. طيب ناخذ معنا اتصال ثاني. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا، حياك الله. اهلين، حياكم الله وبياكم الله. والله يسلمك. مين معنا؟ معكم الما. الما، كيفك مع البخل يا الما؟ والله صفة جدا جدا كريهة، بس انا عندي قاعدة ما في شيء اصلا ما له علاج ابدا ابدا ابدا. اها، يعني انت ايوه. لا قولي تفضل، انا كنت بسألك على اللي بعض الناس يقول انه البخل ما له علاج. لا لا، له علاج، ما في شيء ما له علاج، بس انه العلاج كل شيء لازم يبدأ بالتدريج، ما في شيء يعني كذا على طول، بالتدريج يعني حبة حبة، يعني حتى الطفل لما تبي تعوده على شيء تدريج، يعني مرة على مرة على مرة، يعني مثلا زي لما تتدخل عادة معينة، زي مثلا أكل معين أو شيء صحي أو شيء حتى يتعود عليه. وبين ما سبحان الله يعني في شيء يعني يقول لك لازم العادة لك عشان هذه تعتبر عادة. طيب ما بالك يعني صفة خلاص هي طبع صاير في الإنسان. طب يعني في يعني في بعض الناس يقولون إنه أحيانا الشخص اللي يدقق في وين يصرف الريال اللي هو يبغى يحطه في مكان في مكان يعتبر بخل عند البعض، لكن البعض يقول لا أنا أفكر وين أضع الفلوس، يعني ما مش بس أطيرها في الهواء وبس. يعني هو بصفة عامة الرجل ما يحب الكمالية والمرأة تحب الكمالية، هذا يعني الرجل ينظر المرأة لأنه في أشياء أساسية في أشياء ما لها داعي، هذا أساس، لأنه مو معناته أنه بخيل، بس هو يحس أنه مثلا يحس هذا شيء ما له داعي، يعني شيء في أهم تبي تصرف أي في أهم. جميل. بس يعني أنا أعتبر البخل صفة مكتسبة أكثر من أنها وراثية، أو يعني ممكن الواحد يكتسبها بدون ما يحس عن طريق الوالدين أو عن طريق المحيط اللي هو حوله، وفي نفس الوقت ممكن يستغنى عنها طريق الناس حوله كمان. جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر يا ألمة، شكرا لمداخلتك. أنا في واحد أرسل لي من الشباب على الجوال يقول الله يذكر أيام أبو هباش، ما أدري عاد في أحد يذكر أبو هباش؟ إن شاء الله أنا في أحد يذكره. خلونا نأخذ مع اتصال ثاني. يقول مساء الخير. حياك الله حمد. أهلا وسهلا، حياك الله. شلونك؟ طيب إن شاء الله. الله يعافيك. طب حالك مين معنا؟ محمد معك. محمد تعرف أبو هباش؟ هو مسلسل الجلدة وجلدة. طيب طب أبو أحمد، كيف أنت تشوف البخل؟ يعني هل تشوف أن البخل فقط في المال، أو حتى البخل في الابتسامة، البخل في النصيحة؟ شوف محمد، أنا عندي بالنسبة للبخل، أنا عندي يعني شلون أوصلها، هذا مذموم عندي، ما أي شخص بخيل خلاص انتهى، ما أحب أتعامل معه نهائيا، حتى ما أحب أسافر معه ولا أروح ولا أجي، حتى أتنقل أحيانا الشباب يعني اللي مو على قولتهم الكرم الزايد، يعني الصرف على المعقول أو يحط فلوس في المكان المعقول. لكن في فرق، أنت قلت في أول برنامج في فرق بين الشخص البخيل والشخص اللي يحرص يشوف وين يحط فلوسه، يحرص وين يحط فلوسه في المكان الصحيح. فهذه الشخص اللي يحرص اللي يحط فلوسه في المكان الصحيح، هذا أنا أيده وبقوة. لكن عندنا في مجتمعنا المجتمع الآن برضو يرجعون يسمونه بخيل، يعني نظرة الناس اللي يسمونه بخيل، لكن هو عارف وين يحط فلوسه وين عارف وين يحط الدراهم فيه. أنا أشكرك جزيل الشكر يا محمد، وتحياتنا لك. كنت ذكرت نقطة مهمة زي ما ذكروا أيضا مستمعين، أنه أحيانا الشخص الحريص على ماله وين يضع فيه بالمكان الصحيح، البعض يعتبره بخل، لكن البعض الثاني يقول لا، في أحيانا أنا أستحق أني أدلع نفسي وأرفهها، لكن بالشكل المعقول. خلنا نأخذ أكثر كمية مشاركات. ألو مساء الخير. ألو 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 سهلة، حياك الله. مين MBC؟ أي MBC حبيبنا، مين معانا؟ مدرك محمد. أي معاك محمد، مين معاي؟ أبو فارس معك. أبو فؤاد، كيف الحال أبو فؤاد؟ الله يبارك فيك. الله يعافيك. تعرف أبو هباش أبو فؤاد؟ أنا؟ أبو هباش تعرفه ولا ما تعرفه؟ أي معروف. معروف؟ أي معروف. طب كيف؟ الجلدة. الجلدة. أنا عندي مداخلة سريعة. قول يا حبيبي، قول. الحين في صفة مشتركة طبعا بين البخيل طبعا دائما بيكون حسود.
صفتها حسد والبخل مشتركة بينهم الاثنين ذي، لأن مستحيل تنفصل عنهم يعني. الحسد والبخل مرتبطين في بعضهم. نعم، إذا كان الشخص حسود فهو بخيل، وإذا كان بخيل فهو حسود. هذه أنا أتحدى فيها يعني أي أحد يعني. يعني أنت تشوف أن هي صفتين مرتبطة في بعضها، أي شخص بخيل. نعم. حسود، وحسود هو البخيل. نعم. طيب. يعني هذا اللي لاحظناه وعايشناه يعني في الحياة، والشيء هذا واضح كثير. طبعا الحريص، الحريص فيه فرق شاسع بينه وبين البخيل يعني، وبالتعامل يبان معاه يعني إذا كان شخص مثلا حسود أو حريص. بالعكس يعني في فرق شاسع يعني، الحريص بالعكس بيكون ملابسه نظيفة، بيكون راكب أحسن سيارة، لكن البخيل بالعكس بيكون لبسه عادي، سيارته عادية جدا يعني، مع إنه قادر يجيب أحسن منها. ففي فرق يعني واضح، ما يحتاج في الأمور. جميل جدا، أشكر جزيل الشكر أبو فؤاد، تحياتنا لك، أهلا وسهلا. مساء الخير. ألو. على السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. محمد شلونك؟ طيب. طاب حالك يا حبيبي، مين معنا؟ مجدي معك. طال عمرك. حياك الله يا مجدي. كيف صحتكم؟ الله يعافيك مجدي. ودي أسألك شو، إيش مدى التأثير البخل على الشخص وعلى عائلته والمحيط اللي فيه؟ شو، أنا أتقبل البخيل مالي، أتقبل البخيل المال، هذا أتقبل، أنا ما عندي مشكلة. أتقبل بخيل مثلا أي حاجة بخيل فيها، الحسود أتقبله. لكن يا أخي بخيل الابتسامة هذا مشكلة، هذا حتى ما تعيش معه، ما تقدر. سبحان الله، يجيك حاجة غريبة في الآدمي هذا، بخيل الابتسامة ترى مشكلة ترى، ألعن وأثقل على الشخص الثاني من بخيل المال أو بخيل أو حسود أو غيورة أو شيء زي كذا. لا، بخيل الابتسامة مشكلة جدا يعني. لنفسه أول شيء، الغير نحن، غير قبلنا نحن، لنفسه أول شيء مشكلة قبلنا نحن يعني. حتى احنا ذكرنا في بداية الحلقة أنه حتى الشخص اللي يمتلك هذه الصفة يبتعد عنه، الناس يذمونه، بل حتى أن تزوج هذا الرجل شريكة حياته تعيش في صعوبة معه. ولازم الناس اللي تسمعني تعرف إيش معنى بخيل ابتسامة، زي بخيل المال ترى في المسك يعني، مرة بخيل جدا جدا، ماشي مكشر حياته، مشكلة يعني. هذا ما راح يعني يقدر يتأقلم مع حياته بشكل جدا كبير. والله ما توقع. طيب. عن تجربة ما توقع. يعطيك العافية، أهلا وسهلا. نأخذ معنا اتصال، نقول مساء الخير. مساء النور، مساء السعادة. حياك الله، أهلا وسهلا. مساء العطاء، مساء التمتع بالمال. إن شاء الله يا رب لكل من يسمعنا إن شاء الله. مين معنا؟ معكم عبيد من جدة. عبيد، كيف تشوف أنت البخل فقط مال أو في أمور ثانية؟ والله شوف، أنا الأمور الثانية أكيد يعني فيها بخل، لكن أنا جاي أتكلم عن بخل المال يعني. أبوصل رسالة لكل شخص يعني يمتلك المال يعني، اللي في ناس يعني يكونوا حياتهم الأساسيات الحياة، سواء بيت وسكن، أما مستقبل أولاده. طيب الآن المال موجود معاك يا أخي، لما تظهر نعمة ربي عليك، لما تلبس صح، لما تركب صح، لما تمتع بالفلوس، لمين تخليها؟ لمين؟ أبفهم لمين يعني؟ بعد بكرة ترى سالة واضحة، بعد بكرة أولادك بتمتعوا فيها ويصرفوها في شيء يمكن أنه كله معصية كمان يا أخي. شوف عمرك، شوف حياتك، إلى متى وانت تجمع بالفلوس؟ إلى متى؟ طيب انت فكر في الحفرة في مثل نهايتك. وبعدين حاب أقول له، ليس للكفن جيوب يعني، تشيل فلوسك معاك ولا كيف؟ طيب شوف، يعني أنت تتكلم من ناحية المال، طب في شباب ركزوا بعد أيضا على البخل في الابتسامة، البخل في توصيل نصائح، حتى في أمور جدا كثيرة. أنت كيف تشوفها أيضا حتى البخل؟ هل تشوف هي كلها، هي أكيد مرتبطة في بعض، لكن بالنسبة لك إيش اللي أشد؟ عموما أنا عندي قاعدة، البخيل بيبخل في كل شيء، سواء من ناحية المعاملات الحسنة، من ناحية حتى تلقاه جلف مع العالم كلهم يعني، ما الكلمة الحلوة ما تطلع منه. طيب. فلذلك انا عندي مشكله مع البخلاء بشكل عام، هذول عندي مشكله. وبعدين المعلوميه ترى انا صريح يعني، اعطيهم في وجههم، ما اخليهم يعني، اعطيهم، ما عندي مشكله، مستحيل اخبي الموضوع هذا، اقول له ترى بتموت تخلي فلوس لاولادك لفلان وفلان. جميل جدا. لا يا اخي، شوف عمرك يا اخي. طيب، كل شيء لعل ان شاء الله، اتمنى رسالتي توصل ونقدم لدعوه لمصر باذن الله، نطلع عليها بالتوفيق. يعني كل اللفة الطويلة دي عشان سفرة. علمنا من أول. طيب، يعطيك العافية، كل الشكر لك يا صديقنا. مكملين معاكم أكيد مستمعين على 011-268-44-88 بإذن الله، مستكملين أيضا لسماع مشاركاتكم، لكن بيكون معنا الأستاذ عبد الرحمن القراش، مستشار الأسري، على نهاية البرنامج كذا راح نتحدث على الزوج البخيل ومدى تأثير الزوج البخيل على حياته، وأيضا على استمرارية الحياة بالشكل الجيد
مفيد اللي راح يهتم فيه في العائلة. مكملين معاكم لكن بعد هالفاصل قصير وراجعين أكيد. أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الكرام، مستمعين أثير إذاعة MBCFM. تكلمنا قبل شوي عن الفرق بين البخل عن المال والشخص اللي حريص على ماله، لكن الآن خلونا نتكلم على الزوج البخيل في المصرف وأيضا في تعايشه مع عائلته ومع شريكة حياته، وأيضا البخل مع أبنائه وأعطاهم الوقت المناسب لهم كأبناء والاهتمام فيهم بشكل جدا كبير. على 011-268-44-88 أحيانا البخل الرجل مع عائلته يؤدي إلى الانفصال، كثير حالات حنا شهدناها ونشهدها الآن فترة حالية. خلونا ناخذ معنا ابو فارس. مساك الله بالخير ابو فارس. مساء النور اخوي محمد، تحياتي لك وللمستمعين. تحياتنا لك يا ابو فارس ولاهلنا في ينبع. بوجهة نظري بالنسبه لصفه البخل هي التفسير لها المنع، منع العطاء مع القدره. فالصفه هذه مجمله تشمل كل الصفات، تجمع كثير من الصفات في نفس الوقت. مثلاً يعني إحنا نقدر نقول البخيل في النصيحة، البخيل في الابتسامة، البخيل في العطاء، في أي شيء فيها الإنسان يقدر يعطي يبخل فيه يعتبر بخيل. طيب هل تشوف إنه مثلاً البخل الرجل مع أسرته هذا شيء جداً كبير ممكن يأثر بشكل كبير؟ إذا إحنا خصصنا البخل في موضوع المال، يعني هنا يجي موضوع الأنانية وأساسها كلها ترى يعني تقريبا موضوع في إيمان، لأن الإنسان لو يؤمن أنه أصلا المال هذا رزق مكتوب لأي إنسان، فتعرف أنه أنت أصلا يعني أنت ما بتبخل بالمال، أنت شرف لك أنك توصل المال هذا لإنسان ثاني، هو مكتوب أصلا له. صحيح. زوجتك، ولدك، ما هو أنت يعني أنت سبب الله شرفك أنك توصل الرزق هذا لولدك لزوجتك. فإذا أنت تفكر أن المال هذا يعني لك أنت وأنت اللي محصور وأنت اللي متفضل على الناس اللي حوالينك قريب أو بعيد، حتى الفقير حتى المسكين، فهذا أكيد هذا ضعف وفي شيء من الأنانية. فالإنسان مثلا ما كان مؤمن أنه أنت شرف لك أنك تفصل هذا الرزق مكتوب للإنسان الآخر أنك تفصل له، تعرف انه صاحب الرزق الذي لا معه يعني كنوز الدنيا والاخره التي لا تفضى، اكيد انك حتعطي بغير حساب. جميل جدا. تعرف انه يعني حتتعوض وحتفتح لك ابواب الرزق من كل مكان. اشكرك يا ابو فارس. التفصيل دائما هو يكون فيه يعني كل الصفات السيئه. يعني انت اختصرتها في جمله جميله جدا يا ابو فارس، اشكرك عليها وتحياتنا لك مره ثانيه. ذكرت انه المنع من العطاء ومع المغتره، وهذا صحيح مع المغتره، وهذا هو صراحه الاعظم والامر. كل شكر لك يا ابو فارس، اشكرك جزيل الشكر. اكيد اللي حاب يشاركنا على 011-268-44-88. قبل ما نروح بعد شوي ان شاء الله للاستاذ عبد الرحمن القراش، ودي نتحدث شوي نخصصها الى الزوج البخيل ومدى تاثيره على الاسره، وكيف حتى البخل مش فقط مع زوجته، فقط حتى مع ابنائه كثير يعانون من هالامر. خلونا ناخذ اتصال ثاني. قول مساء الخير. الو، مساء النور. يا هلا، اهلا وسهلا، حياك الله. حالك يا غالي؟ طيب. طيب حالك يا حبيبي، مين معي؟ معك ابو فيصل. حياك الله ابو فيصل. الله يبقيك ابو فيصل. كيف ترى الزوج البخيل في كل شيء، في المال، في الابتسامه، في النفسيه الزينه؟ والله شوف، انا اقول يعني الانسان البخيل في المال بخيل في العواطف والمشاعر، مستحيل انه يكون يعني يكون بخيل وهو يعني عنده مشاعر ما شاء الله لعيلته، ولا مستحيل. طب هل تشوف تأثيرها، كيف صار تشوف تأثيرها كبير بشكل جدا كبير؟ هل ممكن معالجتها؟ والله كبير، يعني إذا هو بخل بالمال يعني يشكر تجي منه. وأنا في يعني قصة أثرها، يعني في واحد الله يستر عليك قال يسولف علينا كذا، يقول في واحد يعني بخيل، فكان هو ملك
يعني تو يعني ما له يومين أو تو ملك يعني اليوم بعد 3 أيام يبغى يكلم خطيبته مرسلها كل ميش. يا ساتر والله العظيم أقسم بجل الله الرجال أنا عارفه يعني يقول البنت يعني جلست 4 أيام زي كذا قالت هذا مرة إذا هذا أولها أنا تونا خاطبني يعني العادة يعني إن الواحد يكون تونا ملك فيه مشاعر عنده وفيه. طيب سؤال أبو فيصل، هل هو الرجل صدق بخيل أو بس هذه جت كذا؟ والله أنا ما أعرف بس هو يسولف لي يا أخي يمكن يعني أمر يعني بسيط يعني يمكن بس حتى ولو صدق أنا ما لا أنا ما مرة ما يعني أنت يعني أنت تخيل من الموقف هذا أنت تحكم يعني ما يبغى لها صح أنا صح يعني كلنا اللي ملك السنة يعني إيش كان وضع أول مكالمة أو يعني أول أسبوع أول شهر يجلس في الساعة يسولف بس كولمي واضح إنه ما بيكلم هو يعني والله كولمي اقسم بيت الله يقول كولمي والله كولمي يقول اذا البنت تقول 3 أيام اذا 4 أيام قالت اذا هذا اول لا والله فكني منه صحيح يعني هذا انا راح استمر معه عمر كامل ف قلتهم الباب او الامر قلتهم الكتاب واضح من عنوانه انا خليته باب ومع ذا الكولمي خليته باب انا اقول لك انا في ناس كثيرين الله يستر عليهم اعرفهم فيهم شوي بخل فمستحيل اذا كان بخيل مال والله بخيل عواطف يعني ناس كثير اعرفهم زي كذا طيب اشكرك جزيل الشكر يا ابو فيصل والله عاطفه قليله مشاعر قليله سبحان الله ما يعني المال اذا انه ما عزك ما حرام يا اخي اعتبره حرام مو حلال طيب كل شكر لك يا ابو فيصل تحياتنا لك ولمشاركتك ما زلنا مكملين مستمعين الكرام معكم ومشاركاتكم على 011-268-4488 خلونا ناخذ اتصال نقول مساء الخير يا هلا والله مساء النور اهلا وسهلا حياك الله الله يحييك حالك اخوي محمد طيب حالك يا حبيبي مين معنا معك ابو لارين من الرياض ابو لارين اي نعم يا من سلام. الرياض يا سلام على الاسم يا هلا الله يحفظك ابو لارين كيف تشوف صفات الزوج البخيل والله شوف بخصوص اللي عندهم تعدد زوجات وكذا الواحد انه يحاول يعدل بينهم في كل شيء لا في المال ولا في الحب ولا في العاطفة ولا لأن القرآن يقول وإن خفتم أن تعدلوا فواحدة القرآن عارف يعني صحيح الناس انها ما تعدل وكذا والشيء الثاني البخل يعني مو بس في المال في احيانا الواحد من كثر الاشغال والاعمال ينسى عياله ينسى مثلا يخليهم يغيرون جو مع ضغوط الدراسه ولسه مقبلين على الدراسه يعني يفسحهم كذا يصير لاهي مع شغاله لاهي مع اعماله فهذا احس انه بخيل صراحه مجحف في حق اهلا او العائله يعني في بعض انت ذكر نقطه مهمه يعني في البعض لما ينسى ابنائه مع كثر المشاغل هذه هل تشوف انه هو متعمد او المفترض انه هو بس يكون واقعي مع ومتزن ما بين عمله وبين ابنائه هذه نقطة مهمة ترى في بعض يسويها وهو مش في الواعي خطورتها يعني والله شوف في احيانا بعض الناس يشبك مشاكل العمل مع مشاكل البيت يعني يكون مضغوط في العمل فينقل مشاكل هذه للبيت فهذا ما يعرف يفصل بين العمل وبين صحيح. البيت وقت البيت ساعات البيت خاصة منك يعني وقت العمل اكثر من قاعدتك في البيت فمتى تلقى فرصة انك تقعد ساعة ونص ساعة مع في وقت الاكل او في وقت المغربية قهوة كذا مع عارف مع عيالك تشوف ايش سووا في المدرسة ضعيف عنده مشاكل مع الطلاب زي كذا يعني جميل جدا أشكرك جزيل الشكر يا أبو لارين عندي الحكمة يقول لك إذا كبر ولدك خاوة ما في شك علشان إيش تعرف مدى تفكيره وتعرف أنت المؤثرات الخارجية صارت أكثر في زمن التقنية والتطور وكذا فكبر ولدك حاول انك ايش تنزل مستوى تفكيره تشوف وش ميوله وش وان شاء الله ما اطولت عليك حبيبي يا ابو لارين تحياتنا لك وكل الشكر لك مكملين معكم مستمعين على 011-268-4488 فاصل قصير وراجعين حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد يعني ذكرنا في بداية حلقتنا
البخل وأيضا الفرق ما بين البخل والشخص الحريص على ماله وأن يضعه في المكان الصحيح. لكن الآن قبل ما يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن القراش المستشار الأسري، حاب أخذ كذا منكم أكثر مشاركات حول الزوج البخيل ومدى تأثيرها على الأبناء وعلى شريكة الحياة على المدى البعيد، على 011-268-44-88. ناخذ معنا اتصال، نقول مساء الخير. مساء النور حبيبي، حياك. أهلا وسهلا، مين معنا؟ معك أبو شادي. حياك الله أبو شادي. الله يحييك حبيبي. أبو شادي، كيف تشوف الرجل أو الزوج البخيل مدى تأثيره على الأسرة وعلى الأبناء وعلى شريكة الحياة؟ والله شوف، البخل ما يندرج بس تحت الرجل مع زوجته وأبنائه، كذلك مع أخوانه، مع أصدقاء في المجتمع، تأثير على مكانته في المجتمع وبيئة العمل، حاجات كثيرة. البيت والذات تقريبا هم اللي بيتظلمون أكثر شيء، بس حتى كهوية الشخص قدام الناس كشخص بخيل مش كويسة. بعض الناس إلى يومك ما قد شفنا بيوتهم، ما قد شفنا مجالسهم، ما قد ضيفوا أحد. يا ساتر، هذه سلبية كبيرة جدا جدا جدا. أو ناس يشردون من المناسبات عشان موضوع القطة، موضوع المال. طب يعني هل تشوفها هي عادة تراكمية ويصعب علاجها، أو إلا هي لا نقدر الواحد يعالج فيها؟ شوف، هي على شفنا تعتمد على الوالدين في التربية. بعض الآباء يقول الولد احرص امسك فلوسك، بعض الأحيان الولد يفرط طريقة ثانية اني اكون بخيل، اني امسك فلوسي درجة البخل. لا، انت عود ولدك من يوم صغير كيف يصرف فلوسه في المكان الصحيح، مو انه يمسك فلوسه. جميل جدا، واضحة جدا ابو شادي، كل الشكر لك. شاكر، حياك الله، اهلا وسهلا. معنا اتصال ثاني، مساء الخير. الو الو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله، حياك الله. كيف الحال؟ طيب حالك، الله يحفظك، معنا؟ الله يعافيك، معك أبو عبد الله. أبو عبد الله، يا مرحبا. أبو عبد الله، كيف ممكن تتعامل الزوجة مع الزوج البخيل وجهة نظرك؟ والله الموضوع موضوع البخل، كيف نطلق على الإنسان بخيل بس؟ يعني موضوع البخل موضوع واسع. صحيح. هالموضوع إني بقول إنه إذا كان ما يعني موضوع سفر ولا مطاعم، هل يطلق عليه بخيل؟ لا أبدا. إيه يعني موضوع البخل ما أتوقع أنه يعني اللي موجود الآن الحاصل، بدأت الأسر إذا كان ما سفرها أو مطاعم بيطلقون عليه شو اسمه، بخيل، وهذا اللي حاصل. طب أنت كيف تقيم الرجل البخيل؟ والله أنا أقيمه إذا كان مع جماعته في موضوع قطات وما قطات، أشياء كثيرة يعني أنت تشوف مش أي شخص يطلق عليه بخيل؟ لا، ما صعب تقييم الشخص خاصة مع الزوج يعني. طيب، أشكر جزيل الشكر أبو عبد الله، تحياتنا لك ولمشاركتك. يعني نقطة مهمة، وزي ما ذكرنا أكيد كلمة البخيل ما تطلق على أي أحد، بس هي تراكمات، أكيد الأشخاص المحيط حولك راح يفهم. لكن الجيد أيضا، أنا أتمنى أنه شخص إذا كان في محيطك يعاني من هالأمر وكثير يتنفر منه، وأنت صديق له وتعزه وتحترمه، مفترض أنك توجهها مثل هالرسائل اللي تكون بينك وبينها، بس ما تكون بشكل علني، ممكن يصحح ويعدل من هالأمر. بإذن الله راح نكون معاكم ومع الأستاذ عبد الرحمن القراش المستشار الأسري، راح نسأله سؤال جدا مهم، وراح نطرح عليه أيضا أسئلتكم لمن ممكن أن نحلها مع بعض. فاصل قصير وراجعين أكيد. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. يعني في بداية حلقتنا تحدثنا على البخل وصفة غالبة موجودة في الرجل وسببها، وبسببها أيضا يبتعد كثير من الناس عنا ويذمونه. لكن الآن أسعد تشرف يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن القراش المستشار الأسري. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، وهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أخوي محمد، شرفتني. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، بوجهة نظرك إيش يعتبر البخل أحد الأسباب والتي تؤدي إلى الانفصال؟ جدا موضوعكم حيوي، خصوصا بخل الرجل، والشيء بالشيء يذكر. أنا منذ فترة صدر لي كتاب أنا سميته هل الرجل كائن لا يخطئ، ومن ضمن الأمور التي تحدثت عنها هو البخل في حياة الرجل، والشيء الذي ربما يؤدي به في وقت من الأوقات إلى أن يفقد
أعز الناس لدي سواء في بيتي أو أصدقائي أو معارف إن كانوا. من البداية ونقول أن البخل هو أحد الرذائل الأخلاقية، لازم نؤمن بهذه النقطة. مهما قيل في ذلك فهو يعتبر رذيلة أخلاقية يقع فيها بعض الناس، لكن لو نظرنا إلى المسببات لهذا فهي لا تخرج عن ثلاث: إما جشع أو خوف أو طموح. طبعا ربما هناك تساؤل لماذا يعني جشع؟ الجشع هو معروف قضية الحرص على كل شيء لي أنا، سواء في ماديا عاطفيا معنويا كل شيء لي أنا، من يعني ما أنا ما أستطيع أحد أكثر من كذا، هذا يعتبر إنسان جشع. الخوف أحيانا يكون يخاف أن يفقد ما وصل إليه سواء ماديا أو عاطفيا أو غير ذلك، فلذلك يبخل بالعطاء. في النقطة الثالثة أحيانا يكون البخل طموح، فالإنسان يطمح إلى أن يكون في يوم من الأيام غني، أو يطمح أن يصل إلى إنسان معين أو إلى مرحلة متقدمة معينة، يقول أنا أبخل اليوم عشان أحصل بكرة، على وهو لا يعلم أن الناس لن تنتظره. الناس تريد يعني جبلت على ما يسمى بالأخذ والعطاء. يعني إذا قالت العرب السابق وهي مقولة شهيرة: البخيل بخيل الجاه، لأن الناس يعني لا يمكن في لحظة من لحظات حياته أن يكون بينهم بخيلا، خصوصا من العرب بما عرف منهم من الكرب. بالنسبة للبخل في حياة الرجل عاطفيا من صح التسمية، الرجل هو مجبول على العطاء. كثير من النساء يتهمنه بأنه بخيل في عاطفته وأن ما يقدم المشاعر الجياشة. يعني نحن لا ننكر أن المرأة، يعني لا تزعل مني سيدتي المرأة إن قلت عليها نوعا ما أنتم لديكن طمع، أو نقدر نقول يعني دائما الإمرأة بطبعها متطلبة. أنا أساس ما تزعل مني المرأة، لكن لنقول أن ذلك عندها نوعا ما من الطمع، تتمنى كل شيء بيد الرجل لها، ماله، عاطفته، نظره، نومه، صحيانه، حياته كاملة تريد أن تكون لها. نستطيع أن نقول أن المرأة جمعت بين النقيضين في حياة الرجل وهو الحب والنفس، تريد أن تمتلك هذين الاثنين. لو فقدت أحدهما اتهمته بالبخل مباشرة، مباشرة تقول عليك أنت بخيل وأنت ما تعطي. طيب هو ما ترك شيء، الزمن جار عليه، أجدتهم بالبخل. تفضل أخوي. أود أسألك أستاذ عبد الرحمن، يعني كثير مستمعين علقوا على أن البخل يمتد زي ما ذكرت إلى البخل أيضا بالعاطفة والمشاعر، إلى أي مدى يعتبر هذا الكلام صحيح؟ هو شوف، أنا بتفق معاهم يعني بنسبة كبيرة أن البخل يبدأ أصلا من العاطفة قبل أن يصل إلى المال. هو يبدأ من الشخص الإنسان. لماذا ذكرت لك في البداية أن البخل إن استطعنا أن نعرفه ونقول عليه أنه أحد الرذائل الأخلاقية؟ لأنه يبدأ من الإنسان الداخلة. إذا أصبح الإنسان كريما داخليا فثق أن يجب سوف تكون كريم. ومن الكرم هي العاطفة، أن يكون حنون، أبسط شيء الحنية على ما يقولون الأولين، جبر الخاطر، عبادة. في بعض الناس عنده مشكلة حتى في طريقة تعاطيه مع المجتمع، مع الناس، فما بالك مع أهل بيته، مع من يحبهم، مع من يحبونه. فحل لدينا إشكالية، لكن الإشكالية التي أنا أعلقها يعني دائما وأحاول أن أركز فيها بجانب المرأة، ألا تتهم الرجل بالبخل العاطفي وهو في أوج عطائه. طيب كيف ممكن تتعامل الزوجة مع الزوج البخيل؟ طيب سواء ماليا أو عاطفيا أيضا أستاذ عبد الرحمن. شوف يا سيد الكريم، هي أصلا أنا دائما أركز على نقطة ويعتب علي أولياء الأمور، دائما أقول إذا تقدم أحد لابنتك فابحث في كل شيء، لا تبحث عن وظيفته وعن
الأمور الثانية، لا ابحث في أدق تفاصيل أخلاقياته، ومن ضمنها قضية هل هو بخيل. بعض الآباء لا يسأل عن هذه النقطة، ثم تكتشف الفتاة بعد فترة أنها وقعت ضحية إنسان بخيل ماديا، فكيف تريد أن يعطي عاطفيا؟ هنا بالتالي فإذا وقعت المرأة تحت طائلة يد رجل بخيل، فأنا بكون صادق وصريح معها، بقول أعانها الله، لأن مسألة التعامل مع هذه الشخصية، شخصية الإنسان البخيل، ليست بالسهلة، لأن لديه قاعدة اسمها أنا ومن بعد الوفاء. الأنانية زايدة عنده، فهي تحاول أن تعالج الأنانية قبل أن تعالج قضية البخل. البخل أحد نتائج الأنانية. فعندما تتعامل معه أو تأخذ تعطي معه، تحاول أن تكسر التابو الذي كلمة أنا في حياته. لا تحاول أن يعني تعطيه الفرصة أن يقدم نفسها عليها في كل شيء، لأن إذا ساهمت في هذه النقطة ممكن تقلل من آثار وطأة البخل. لأن مثل ما ذكرت لك، شخصية البخيل ترى ناتجة عن الشخصية الأنانية، البخل هو نتاج. طب سؤال سؤالي لك الأخير أستاذ عبد الرحمن، الوقت إن شاء الله يسعفنا، هل هي صفة البخل مكتسبة أو كيف ممكن تقيم أنت؟ هو شوف، مثل ما ذكرت لك في الأسباب، الأسباب اللي ذكرتها أنا لك سابقا، هي ربما تسيبك على هذه، ربما يكون هذا البخل جشعا، وهذه الطريق هذه تكون فعلا جينات انتقلت. الجشع أحيانا يكون جينات تنتقل بالوراثة، لأن الإنسان ابن بيئته، فيشاهد ما يفعله أبويه فتنتقل له هذه الأمور، يكتسبها مباشرة. الأمر الثاني يكون خوفا على أبنائه وخوفا على مستقبله، فهي يعني يقولون يتطبع بطبع البخل. إذا تطبع ممكن نعالجه، يعني من خلال التذكير بالله سبحانه وتعالى، من خلال التذكير أن المستقبل ليس إلا بيد الله، وأن غنى الإنسان وفقره بيد الله، ما يستطيع الإنسان، إنا نستطيع أن نغير نوعا ما من شخصيته. أحيانا يكون طموح، وإذا كان البخل طموح، هنا نمسكه ونقول له ترى مهما حرصت أن تجمع فلن تحصل في هذه الدنيا إلا على مكتوبك، فعش يومك وعش تعادتك وعش ضحكتك، فتراك بتموت وتتركها وراك، فاجعل من تترك خلفك يقول رحمه الله بدل ما يلعن في قبره. ما في شك، كل شكر لك أستاذ عبد الرحمن القراش المستشار الأسري، حديثك كان جدا مهم حول كيف نتخلص من البخل، وتكلمنا خصيصا حول البخل مع الأسرة ومع الأبناء. كل شكر لك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا، حياك الله. كل الشكر للأستاذ عبد الرحمن القراش المستشار الأسري. تكلمنا اليوم مستمعينا الكرام، مستمعين أثير إذاعة MBC في حول صفة غالبة موجودة في الرجل، وبسببها يبتعد عنها الناس ويذمونه، بل حتى أن تزوج هذا الرجل ستجد شريكة حياته في صعوبة في العيش معه. وذكرنا أيضا أن صفة البخل من أسوأ الصفات اللي ذمها الإسلام والعرب قديما، وهي صورة مرضية لحب التملك والادخار الدائم. كل الشكر لكل من شاركنا مستمعينا الكرام في حلقتنا لليوم من برنامج كيف، كنت معكم من الهندسة الصوتية والتقديم محمد العسيري، ومن الإعداد تحيات الزميل أحمد الشهري. نشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من برنامج كيف، في أمان الله.